استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووفدا من أعضاء الأمانة الفنية للتحالف، وذلك بحضور المهندسة مارغريت شارموفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي. وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لهذه الزيارة مشيدة بالدور الكبير الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بما يجمع أكبر مؤسسات العمل الأهلي في مصر، حيث قدم مجهودات كبيرة على مدار العامين ونصف السابقين ومساعدات للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا داخل مصر. هذا بالإضافة إلى الدور المحوري الذي لعبه التحالف الوطني إقليميا للأشقاء في ليبيا والسودان، ومؤخرا إطلاقه قوافل عديدة لدعم الأشقاء في فلسطين. شهد اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظرا للدور المهم الذي يلعبه التحالف في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، هذا فضلا عن الثقة الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة السياسية في التحالف الوطني والمجتمع المدني المصري الذي يثبت قدرا كبيرا من النجاح. كما أنه لن يتحقق أي إنجاز دون شراكة حقيقية مع كل الجهات المعنية، وكذلك الشراكة القوية مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. لذلك ستكون هناك شراكة وتعاون كبير بين الوزارة والتحالف الوطني في تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج المختلفة على مستوى الجمهورية بما يعود بالفائدة على المواطن البسيط.